أصلاً والأولاد كانوا كثير. سعود والله كحة. سعود ريح الدخان والله كحة. كيف يا الدخان؟ مريض يا الدخان. في حد يا عيال يدخن؟ بالله اللي يدخن عيال يطلع برا، برا البث الله يرحم والديكم، الولد تعب حثاش بسم الله عليه. اللي يدخن يطلع برا عيال. ايه يا عيال اللي مفتحين فوق، اللي يدخن مولع الزقاوة وقاعد يتابع يطلع برا. يطلع برا. صدق يا سعود اني ما قد دخنت. ودي اصدقك انا يا اخي، انت وجهك وجه اللي عرفت ذاك اللي ينتف التقاطعين في 200 ما يدري وش السالفه، مهبول يصرق الجدران. قبل ولد بداي عرفت؟ اقول لك مع اهلياس سكرانين عرفت؟ يلعن امه تارك مكسيم على ذلك 90 عرفت؟ العن امه ومطش. اقول لك جرب عمه الحكايم عرفت وراه بالحاره. اقول لك سوي كذا سوي كذا بس اهتز عرفت كيف؟ المهم عرفت هو العيال عيال حاره عرفت؟ سعود اسمع العلم زين. I love you, me too, سعود. الله. I don't احبك من السعودية إلى القحاطين. أنت اللي على فكرة أنت من وين أنت؟ وش ترجع أنت؟ أنت نظراتك حقت السباحة ذي. أنا حربي، أنا ما بقول هايط، أنا قبلي وأنا ما أحب الهياط هذا. أنا حربي من اليمن عرفت؟ كيف؟ حربي اليمن؟ ها؟ كيف؟ أنت ما تعرف أول ما في أكل سافرنا إلى اليمن ما هو؟ يا أخي شكلك بنشري ولزت عمرك في الحروب الله يرحم والديك. والله اني حربي رجال كفو، ضاعت احوالي ضاعت احوالي يا ليل. والله ما عندي احوال لا اوريك اياها، بس المشكله فقدتها. ورنيها الحين. ضاعت عند عمي الله الله يوفقه الله يوفقه الله يوفقه. غيرها يعني؟ لا، رحت نمت في المجلس عند بنتين صغار، بنتين ما يخلون شيء. معك 50 ريال شلبه. غلط انا وانا فهمت غلط انا ومتابعين الله يلعنك. شكينا في معليش. ايوه. حبيبي. اسلم. ايوه اقول لك عندها منتين صغار. والله ما يبقون ريال. اللي يفتشونك وانت نايم. استغفر الله بحال يمسكون شيء غريب. ما تحس نايم. ما تدري هم زرفوا قد فسخوك يمكن ما تدري. ها والله مشت الامور يا رجال، والحين قدمت على الاحوال تبي تخلص اموري. نرجع موضوع الله يجعلها تمشي. ايه البنت والله البنت ارسلت لي صورها. الحين وقف على الصور. شوف البنت رحت بخيط لي 20,000 سالفه ورجعنا عليها. كمل ابي سالفه البنت لين تخلص. ايه البنت يا طويل العمر خلنا نتذكر. دقيقة خلنا نتذكر. روح فكر لين تصل. ايه ايه قم فكر لين تصل إدارتك. قم فكر في غرفة وتعال. طيب طيب. كان ذا اللي يجيك في التوقيف يقعد يبدك ما عاد يربط. ازعجني والله العظيم. يا سعود انا نسيت اقول. هلا هلا. عاد اقول قصيده ولا؟ تفضل. شكرا يعطيك العافية. حسام يقول يا لادم يخل عنك الناس وحكاها، طنش فروج البشر وتعيش في القمة، لو تسمع الناس وتسوي سواياها راح الطموح الكبير وراح تلهمة. صح لسانك صح بدنك. أه.
صدق الله يعافيك. سلام. هلا والله. لي حباطك. اسمع. لا تعالوا. لا عادي ترى. اسمع. شفت ترى محلك. بالله. تعقب تعبك الله يا وسخي يا كبر. انت وسخي يا ولد. مد مد لسانك اشوف. مد لسانك. مد لسان مد لسانك. فيني خيرك طلع خلاص امزح امزح. لا لا الله يمغث الله يمغثك يا الله يمغثك مغثتني الله يمغثك. لا لا ما شاء الله شكلك نظيف. رجع تلقاها ملا شعر. بكس سلامتك. اسمع الرجال قبل شوي شو نوعيته الفاخر هذه؟ لا تتكلم عن اللي يهزه من القسط. طالب قلت عشان تسولف في سالفة واحد في القسط ترى هذا غباء ترى. ما واحد كان في القسط. لا فهمت غلط. احس انها اي أيوة والله. شفتوا هذا؟ احس بانه لا بس هذا متعاطي اباط. عرفت لي شمت ريح الاباط وراقد. والله ما عاد ادري انت تبكي ولا تضحك ولا ما عاد ادري ايش اسوي. ابدا حلا ارحب.